السابق ليوبولتون الانجليزي هو من شباب الريال مدريد. كرة تلعب داخل منطقة مستوى الكرة هذا من الاسبقية لفيولا سيكشن فيورنتينا يتمكن من ايجاد منفذة واخيرا لفيولا يضع حد ليكسر حاجز التعادل السلبي. تتغير النتيجة بلمسة أرجنتينية غونسالو رودريغيز يتمكن من وضع لفيولا في المقدمة. فيورنتينا يتقدم 1-0 كورة أرسلت على مستوى القائم الأيمن ويتمكن رودريغيز من خطف الأسبقية أخيرا لفيولا يتمكن من التسجيل. صمود باسوس دي فيريرا اللي ظل قرابة نصف ساعة ظل انضم هذا الموسم بصفوف لفيولا قادما من باهيا وهاشم شاب الصغير يدخل ومحاولة خطيرة فيها الثاني هو الثاني هو الثاني من أول لمسة عن طريق ماتوس المهاجم الصغير اللي قدم أوراق اعتمادها ماتوس بلمسة واحدة يتمكن من تدعيم التفوق. ماتوس الصغير 20 سنة لهذا المهاجم البرازيلي يتمكن من توقيع أول أهداف مارديولا لمسة وحيدة كانت كافية وماتوس يحاول أن يثبت للمدرب تشيلسي مونتيلا أنه قادر على التألق وقادر على أن يكون أساسي في تشكيل الفريق البنفسجي أمام الإعادة في كرة أمامية تضرب دفاعات باسوس دي فيريرا مع انطلاقة سريعة للاعب بورخا فاليرو ولمسة بامتياز من ماتوس. ماتوس هو برازيلي والبرازيليين يتكلمون اللغة البرتغالية والآن يتكلم هذا المهاجم الصغير بلغة التهديف بلغة التشكيل بلغة الأهداف بلغة الأرقام لفيولا 2 والده والعاب السابق مع منتخب الاتحاد السوفيتي دائما هذه محاولة وانطلاقة ماتي فرنانديز ماتي فرنانديز يمرر وتمريرة ممتازة روسي سجل وأخيرا يسجل فوبي روسي يضع حد للسي ان دي 25 شهر على الصعيد الأوروبي. فوبي روسي يعود التهديف أوروبيا ويسجل هدي فلتة ثلاثية لفيولا في هذا اللقاء. لفيولا يتمكن من تسجيل التاسع جول الهدف الثالث للفريق البنفسجي. اذا النتيجه تتغير فيورنتينا 3 باسوس دي فيريرا لا شيء شوف العاده ماتي فرنانديز دي الهجوم بالكره مررها وباللمسه الركبيلاني التفتوا مكياج في التسلل استكمل غنى ووضع الكره في الزاويه البعيده للحارس البرازيلي الارجنتيني ديغرا. النتيجه الان 3-0 فيورنتينا تقدم على